على خير يا عم فتحي. وانا راجع بقى ان شاء الله. ازيك يا سهام؟ عامله ايه؟ اخواتك عاملين ايه؟ سلمي لي عليهم. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك انت عامله ايه؟ اليوسفند اللي خدته منك امبارح كان ناشف ما فيهوش ميه. حصل ايه بس؟ انت بتضحك علينا. عليكي صباح الخير. صباح النور يا نور. ايه بتبصي عليا؟ آه لا 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 ولا حاجه. يلا هنتاخر. قابلتي كنت نبطشيه؟ اه ربنا يتوب علينا من الشقه ده بقى. صوري طول الليل ما غمضتش عيني من طلبات العيانين. واحنا كنا لقينا شغلانه ثانيه قلنا لا الحمد لله. على رايك. بقول لك ايه؟ بالليل عدي عليا نتعشى سوا. انت عايزه بكره؟ اه اريح يوم. ما تأخريش. مش عايزة حاجة بقى؟ أنا جاية. سلامتك حبيبي. باي باي. باي. يسعد صباحك يا ست زهرة. الله على الابتسامة الحلوة. صباح الخير دكتور صبيح. صباح الخير يا ست الدكتورة. وليه بقى التريقة اللي على الصبح دي؟ وهتريق ليه يعني؟ هو مش أنت بتنافسيني في أكل عيشي؟ الأرزاق على الله والعيش على الله. ونعمة بالله يا ست الكل. مش عارف أنا يا أخويا متنفشالي ريشة قوي على إيه؟ مش فاهمها أنا دي. أمال لو كانت دكتورة بحق وحقيقي. صحيح اللي ما يشوفش بالقطرة يبقى أعمى. أنت يا سعاد إيه؟ هي الأولى 18 ها؟ ماشي يا حبيبي. وتبطلي بقى. زهرة يا زهرة. يا عيون زهرة صباح الفل. مش ناوية النهاردة تديني الحقنة ولا إيه؟ أنا هقدر. هروح بس اسلم على نمره 15 عقبال عندك خارج النهارده. الف حمد لله على السلامه يا فؤاد بيه. يا رب كده يديك الصحه على طول وطوله العمر. متشكر يا زهره قوي. متشكر يا زهره. حطي دول طبعا يا ست الكل من عينيا. احطهم واخد الشنطه كمان لحد تحت. في عربيه مستنياكم ولا بعت لكم تاكسي؟ لا لا احنا معانا عربيه. مع الف سلامه ان شاء الله. احنا مش عايزين بقى نشوفك في حاجه وحشه تاني. ايوه دايله يا زهره لصاحب عين. ربنا يخليه لكم يا رب ويطول في عمره. خد يا زهره. ليه بس كده؟ ده انت خيرك مغرقني. ربنا يكرمك. مش كده تستاهلي كل خير. الله يخليك يا رب. مع السلامه. خلي بالكم بقى من بابا. يلا مع الف سلامه. لا 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 انا والله العظيم عشان هنا لحد تحت. مع الف سلامه. مع الف سلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين معاك بقى انا كده مش عارف اديك الحقن. تعرفي يا زهره ما تتصوريش انا قد ايه برتاح من حقنتك ليا. اه يا مبصبصات يا ابو عين زايغه. وبعدين معاك بقى الدرج فيه فلوس. خدي 100 جنيه. ربنا يخليك ليا ويكرمك يا رب. الحمد لله. يلا باشا اديك الحقنه بقى. أنا كل ما أفتكر إن أنا همشي من هنا قد إيه أنا قلبي بينقبض. يا عيني بينقبض. طيب يلا نام بقى عشان أعرف أديكي الحقن. يلا. اتفضل. أخباره إيه دلوقتي؟ مين؟ عزرائيل؟ هو أنا مت ودخلت الجنة ولا إيه؟ إيه ده؟ هو أنت الممرضة بتاعتي؟ أيوة يا حاج تحت أمرك. اسمك إيه يا شاب؟ ايه يا حاج؟ هنبتدي من اولها يعني؟ تبر قلبي شو بدك من اسمها؟ معلش يا حليمه، ما هو لازم يعرف اسمها. انا اسمي زهره.
اسمك حلو جدا. بسم الله ما شاء الله حضرتك، وانت قاعد غير وانت واقف خالص. انت اكيد ابنه مش كده؟ يا تقبريني شو ابنه؟ هذا اخي ماجد، يقبر قلبي، طيار قد الدنيا. طيار؟ اهلا وسهلا، تشرفنا. وانتوا بقى مين؟ احنا مراتاته يا حبيبتي. مدام فهيمة ومدام حليمة اختي، يبقوا زوجات الحاج. ما كفاية رغي بقى، هو في البيت رغي وهنا رغي. ارحموني حرام عليكم، انا تعبان تعبان قوي. ما تقولش كده يا حاج، ده انت زي الفل والحمد لله. لا تعبان، واما اقول انا تعبان يعني تعبان. ممكن تتفضلوا بقى. يلا يا مدام فهيمة، يلا يا اختي، يلا بقى. تفضل. مع السلامة. خلونا نسيب الحاج يرتاح. تفضلي هنا. سلامتك يا حاج. طب اسمك انا بالحاج وعدي عليك ان شاء الله كمان شويه. لا لا استني استني، انت خليكي جنبي. ايوه بس انت لازم تستريح. بقول لك خليكي جنبي، مش انت الممرضه بتاعتي؟ ايوه بس انت واخد حقنه منومه ولازم تنام وتستريح شويه. انام ايه؟ قلت يشوفك يعرف ينام. بقول لك ايه، اطمني كده ان الباب اتقفل. هم قفلوا عليهم الباب ليه يا مدام؟ ايه لزوم القلق ده؟ احنا اللي قفلنا الباب، وبعدين ممرضه موجوده معاه، جايز تدي له حقنه او بتغير له على الجرح. انتوا شفتوا عيونه شلون طلعت لبره لما شاف الممرضه؟ الله اكبر، احنا ابتدينا بقى وجع الدماغ. السلام عليكم. لا استنى، تعال تعال نشوف بيعملوا ايه جوه. يا جماعه عيب اللي بتعملوه ده، عيب. ممرضه موجوده مع واحد لسه خارج من اوضه الانعاش، هتكون بتعمل ايه معاه يعني؟ والله انا ماني مرتاحه. تقبرني يا ماجي، تفوت انت تطلع عليهم. وانا اللي بقول عليكي عقله يا حليمه؟ عقله عقله، هو اللي يتجوز الحاج يبقى في عقل. مساء النور يا كابتن، ازيك؟ الحمد لله. الحاج اخباره ايه؟ لا كويس الحمد لله، انا سايباه نايم، خلصت ورديتي بقى وماشي. طب كويس خلاص، انا اطمنت عليه، مفيش داعي تطلع. تسمح لي اوصلك؟ لا متشكره، معايا توصيل. معاكي عربيه يعني؟ لا انا بركب ميكروباص. طب تسمحي لي ان انا اوصلك؟ لا معلش، مش عايز تعبك معايا. باي باي. لا لا في تعب ولا حاجه، اصل بيتي بعيد قوي عليك. تسمع على خير. مساء الخير يا زهرة. اهلا. مساء النور يا فوزي. ما قلتليش بقى عامله ايه في الشغل الجديد؟ مبسوطة؟ الحمد لله، البركة فيك. يا ست وانا عملت حاجة؟ لا ازاي بقى؟ لولا الشهادتين بتوعك ما كنتش احلم ان انا اشتغل في مستشفى زي دي. مش قلتلك هتفرج؟ الحمد لله، بس في حاجة واحدة بس مضايقاني يا فوزي. ايه اللي مضايقك؟ قوليلي مين اللي مضايقك وانا احبسهولك. الناس اللي في المستشفى عينيهم زيغة قوي، خصوصا الراجل اللي هم جابوه من كام يوم ده اللي اتضرب برصاص. اسمه ايه؟ قصدك الحاج فرج ابو اليسر؟ ايوه هو ده. ما تعرفش ليه ضربوه بالنار؟ عموما التحقيقات لسه شغالة، اكيد حد من منافسينه. الحاجة صعبة قوي، واحد كل يوم يسمع قتل وحوادث وضرب. ما تشغليش بالك بالمسائل دي خالص يا زهر، مالكيش دعوة. أنا عايزك تفضي مخك كده وتخليكي في حالك وتركزي في شغلك وبس. على رأيك. تصبح على خير. أنت من فوزي. أيوة. شكرا مرة تانية. ده كده الحرارة عليت يا زهرة. طب معاكيش ترمومتر طيب؟ اهلا بالعسل بالعسل، نورت الدنيا. قولي لي بقى هيعملوا لي كام معايا في الشهر؟ وانت مالك انت؟ انا عمري في حياتي سالتك بيدوك كام في الشهر؟ يعني ايه؟ يعني مالكش دعوه. ازيك يما؟ ان شاء الله تسلمي. يا واد انت، يا واد سيبها راجع من شغلها تعبانه. يما انا اخوها الكبير الحنين، لازم اخطط لها مستقبلها عشان اعمل لها قرش. مستقبلي؟ والنبي ياما تروحي سيبني في حالي، انا جايه تعبانه وعايزه ارتاح. مفيش تعب الا لما اعرف انت بتاخدي كام بالظبط. خدي بنت هنا تعالي، قولي لي بتاخدي كام مرتوش في الشهر؟ باخد زي ما كنت باخد في المخروبه الاولانيه. انت ريحت؟ ثبتينا بنت، الكلام ده فاكس معايا، ما يمشيش معايا.
نوال صاحبتك بتقولي انك انت اشتغلت في مستشفى جامده جدا، الناس اللي بيخشوا يتعالجوا جوه لو عطشوا بس بيدفعوا الشيء الفلاني. طب وافرض يا واد انت، افرض انت مالك عايز ايه؟ هيكون عايز ايه؟ عايز طبعا لها في نص ميتي. واتجوز ازاي يامه؟ الراجل ابو بديعه عاوز يديني قرشين خلو كده ببنته وافسخ الخطوبه. انا لو منك اوافق طبعا، على الاقل الاقي لي قرشين اتشبرق بيهم. طب والحب؟ الحب زهره اللي معشش في قلبي اللي بينه وبينها، حب مشاعل اللي مش عايز يطفي. تبقى هات المطاف يا خليل تطفهولك. شايفه يا امه بنتك بتتنور عليا وعايزه المطاف تيجي تبلني. والنبي معاها حق. معاها حق؟ خربت بتاخدي كام يا بنت؟ جاتك وكسه في دي جوازه النهارده يعني؟ ما قلتش اي 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 اي. لا اي ايه؟ وفي ايه بقى احلى من كده؟ بالشفا يا حاج. الله، احلى كلمه بتسمعها وداني. وبعدين معاك بقى. تعالي بس رايحه فين؟ تصدقي بالله لا اله الا الله، انا هخلي الواد منتصر مدير مكتبي يجيب لي كوردر عشان اسجلها لك. دي ولا اغاني ام كلثوم؟ طب يلا عشان لك دي بقى عشان تنام شويه. يلا. لا انام ايه، حرام عليكي، ليه عايزه تحرميني اشوف القمر؟ وبعدين معاك بقى، حد بعدين يخش علينا يسمعك بتقولي الكلام ده يقول عليا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه. انا هزعل منك، ولو زعلت منك مش هتكلم معاك تاني. حرام عليك، حرام عليك تحكمي عليا بالاعدام. شش، ودي صوتك احسن بعدين مراتك الاثنين يطبوا عليك. يا ساتر يا رب، ايه اللي جاب سيره ريا وسكينه دلوقتي؟ لا قولي يا حاج، هو انت اتجوزتهم ليه؟ انا اقولك من ساعات كده بعيد عنك الواحد تجيله مصيبه من حيث لا يدري، اهم دول عاملين زي الرصاصتين اللي صابوني. اللي بالحق هو مين اللي كان عايز يقتلك؟ نفسي اعرفه، نفسي اشوفهم عشان اشكرهم على انهم ضربوني بالرصاص. تشكرهم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ ما هو لولا ضربوني بالنار ما كنتش جيت هنا وشفت القمر. ايه انت، ايه رايك يا حليمه؟ ايه رايك؟ انت فين؟ ماشي على قصر البيت؟ خشي يا اختي، خشي خشي قولي لي ايه رايك في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ ما بترديش عليا ليه؟ انت مش سامعاني ولا ايه؟ طولي بالك، لساتني عم فكر. على كل حال اذا رديت عليكي هلا كانه انا عم بحكي مع حالي. لا لا ردي يا حبيبتي، لبست السماعه، لبستها اهي. هلا انت بدك رايي بشو؟ البت مقصوفه الرقبه بتاعت المستشفى، الممرضه بتاعت فرج. ايه لسه هتفكري؟ يا رب استرها معانا. نعمل ايه؟ دي فظيعه. يعني شو بده يكون بالدم؟ بده يكون بالدم مصاري بخشيش مثل ما انت قلتي. لا لا يا اختي، لا الحكايه مش كده، مش كده خالص. الحكايه ان البت دي باين عليها دايره بتلعب بالبيضة والحجر، احنا مش لازم نسكت على كده ابدا. يعني شو بدنا نساوي؟ الحجي لساته بمرحله خطر، والدكتور قال ما بصير نحكي معه مشان ما يزعل. خطر؟ خطر ايه؟ خطر ايه؟ ده احنا يا حبيبتي اللي في مرحله الخطر. هاي ايه بنت منى عايزه ايه؟ طيب انا هطلع اغير له دلوقتي. هو مفيش غير في المستشفى ولا ايه؟ امشي. يا صباح الخير. يا صباح الفل يا كابتن. اخبار الحاج ايه النهارده؟ انا اصل بقالي يومين ما شفتهوش. الحاج زي الفل، انا حتى مصدقت ان عيني راحت في النوم، سبت شويه استريح. اجيب لك حاجه تشربها؟ لا لا متشكر. اكيد شغلانتكم دي صعبه صح؟ لا خالص، احلى حاجه في الدنيا ان انت تبقى بتشتغل يعني على راحه الناس. علشان كده سموكم ملائكه الرحمه. تفتكر دلوقتي في ناس ملائكه؟ انا متاكد من الكلام ده، ما انا شايف واحده منهم قدامي دلوقتي. هو انت ليه النهارده مش لابس البدله بتاعتك والبتاع اللي بتحطها هنا دي؟ عجبتك البدله؟ اه. شعر الطيران ده بيتحط من ناحيه الشمال فوق القلب على طول. ويا ترى القلب بقى بيبقى فاضي ولا مليان؟ هو بصراحه القلب كان فاضي، بس من يومين كده اتملى فجاه، اتملى اكسجين وحاجات حلوه. انت تقصد ايه؟ والله خايفه اقول لك تقومي تزعلي. يا لهوي، انت حد يتضايق منك ولا يزعل منك؟ لا يمكن حد. يا صباح الخير، يا صباح الفل. ايه ايه مالكم؟
في حاجة ولا إيه؟ هو الحاج كويس؟ الحمد لله الحاج كويس. الحاج زي الفل. بس يا ريت صوتك توطي صوتك شوية عشان في ناس عيانة والحاج برضو عيان. أنا آسف، واضح إن أنا جيت في وقت غير مناسب. أنا على فكرة ممكن أنسحب. لا لا أنسحب ليه يا أخي؟ ما أنت جيت خلاص. أنا آسف. على إيه؟ أنا عندي أصلا مريض فوق، راح أغير له. ما تزعليش مني يا زهرة. على فكرة أنا اسمي أنسة زهرة، وبعدين آسف على إيه؟ هي مالها الممرضة دي؟ شكلها كده اتضايقت من وجودي. ما افتكرش إنها اتضايقت من وجودك. يعني بالنسبة لها وجودك زي عدمه بالظبط. يا سلام، مال ليه اول ما جيت راحت ماشي؟ ما قالت لك عندها شغل؟ دي ممرضة بتدي حقن، بتشوف الناس العيانة. وحبك الشغل يعني اول ما انا جيت؟ ما كانت واقفة معاك وقاعدين تصوصوا لبعض، ما حبكش الشغل ساعتها يعني. انت عايز ايه بالظبط؟ السلام عليكم. شغل ايه يا عم؟ انت بتصدق الكلام ده؟ ده حركات. والله. صباح الخير. صباح الخير استاذ منتصر. قولي الحاج اخبره ايه النهارده؟ كويس؟ والله الحاج كان كويس لغايه قبل ما هيشوفكم. هي اللي ما تتسمى عنده جوه؟ الله اعلم. الله اعلم. معناها جوه حبيبي.